مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا على جد مقروبة من سوق درب غلف. عدد كبير من المغاربة يعرفوه، اللي فيه التليفونات. مشاهدينا الكرام، شيئا ما الوضع في درب غلف ليس على ما يرام. عدد كبير من المحلات ما عندهمش الضوء. السبب هو أنه ثلاثة ديال المحلات هما اللي عندهم الجروب ديال الكهرباء، هما اللي كيمدوا الكهرباء لعدد كبير من المحلات. مشاهدينا الكرام، سبب هذا الإشكال هو موضوع ديال البنزين بطبيعة الحال، الغلاء ديالو. هاد ثلاثة ديال المحلات اللي عندهم الجروب اللي هما تيعطيو الضوء للمحلات في درب غلف، ارتفاع الأسعار فيما يخص الغازوال هو العائق الكبير اللي خلى أصحاب ثلاثة المحل أنهم يزيدوا في الثمن أصحاب المحلات، مما تسبب في شلل شيئا ما في السوق، وكذلك استنكار عدد كبير من أصحاب المحلات من هذه الزيادة. الآن كما قلت في السابق، السوق في درب غلف ليس على ما يرام، سواء المشكل ديال المحلات في هذا الشق، وكذلك المعاناة ديال الناس اللي كتدخل دابا المحل من اجل الاصلاح ديال الهواتف ديالها او امور اخرى. عجز شبه تام الان في درب غلف. السبب هو ثلاثه المحلات. السؤال المطروح في الموضوع، هاد ثلاثه المحلات اللي كل محل عنده جروب اللي كيمد به هو الضوء لعدد كبير من المحلات، كل تقريبا جروب كيعطي 600 او 700 محل كيعطيهم الضوء. ما هي منهجيه الاشتغال في هذا الشق؟ تتبع السلطات، ترخيص. لماذا سوق بهذا الحجم امتداد ديالو على العالم بشكل كبير ولا زال فيه بعض الاشياء شيئا ما تميل للعشوائيه؟ من له حق التتبع في هذا الامر؟ لانه المحلات الان هي شبه واقفه بشكل كبير، تعاني الناس، الاغراض ديالهم ما كتقداش. الى متى سوف يستمر هذا الوضع بهذه الطريقه؟ مشاهدينا الكرام، ما لا يعرفونه المغاربة عند الغلف هو هذه الإشكاليات اللي كتطرح. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.